تحياتي لكم مشاهدينا مشاهدي قناة اون تايم سبورتس في كل مكان، وختام الاستوديو التحليلي لمباراة اليوم، اليوم الاول من الجولة التاسعة لدور نايل، يوم مليء بالمباريات والاهداف والاثارة والنتائج القوية، فماذا عن الحالات التحكيمية الا نستعرضها خلال هذه الفقرة بصحبة كابتن ياسر عبد الرؤوف خبيرنا التحكيمي اللي بسعد دايما بالتواجد معايا. كابتن ياسر مساء الفل عليك. مساء الفل عليك يا خيري، وببقى سعيد وانا موجود معاك. انا اسعد بيك دايما. الدنيا كانت مثيرة على صعيد الاهداف والنتائج، هل ايضا على صعيد التحكيم الامور كانت صعبة شوية؟ اكيد اكيد، كان في حالات وكان في حالات الحكام اجادوا فيها وبعض الاخر يعني ما كانوش موفقين. تمام. طيب هنستعرض مع حضراتكم اول مباراه، مباراه المصري والزمالك اللي ادارها تحكيميا محمود البنا حكم ساحه، وعوانه كل من هاني عبد الفتاح ومحمود ابو رجيل. اخد منك تعليق على اسم محمود البنا. هو ثالث ماتش الموسم ده واول ماتش للفرقتين، ودي حاجه تحسب للجنه ان هم معينين واحد ملوش هيستوري مع الفرقتين. محمود ابو الرجال النهارده بقول له ده محمود ابو الرجال اللي احنا نعرفه. هاني عبد الفتاح ماشي الحقيقه بشكل كويس بقاله اكتر من موسم. حماده القلاوي حكم رابع، وهنا بقى اقول لك ان انا افتكرت المصري وفاركو، ده كان 28 سبتمبر اخر مباراه ادارها وتقريبا 77 يوم، بس هو المره دي حكم رابع. حكم رابع نوع يعني من استعاده الثقه تدريجيا. يعني كنت اتمنى ان هو يرجع، بس ما كنتش اتمنى ان هو يرجع للمصري، لان حقيقة الواقع اللي انت بتتكلم فيها كان المصري في مباراة المصري صحيح. حد هيقول لي طب هو حكم رابع مش هيبقى ليه تأثير. دعوه بالاحداث او تاثير على الاحداث، ولكن وجوده جنب جهاز المصري في حاله الانفعالات ممكن يكون ردود افعاله معاه مش كويسه، هيأثر بالتالي على حكم الساحه. محمد عادل واحمد حسام طه في الفار. محمد عادل ثالث ماتش ليه للزمالك، ولعب خمس ماتشات الحقيقه، لعب لهم ماتش كحكم ساحه من الثلاثه واثنين كحكم فار، ده ثاني ماتش ليه. جميل. احمد حسام بنهنيه، لسه راجع من كاس العالم الاندونيسيا، بنهنيه على ادائه وان شاء الله نبارك له وهو في كاس العالم للكبار مع محمود ابو الرجال ومع احد حكامنا الساحه باذن الله. كل التوفيق. نبدا حلقتنا. اول حاله عندنا، انا متعمد ان انا اجيب الحاله من البدايه وهنحاول نقف عندها شويه. أيوة. علشان دي حاله ضربه الجزاء، هي حاله استحواذ الاول للمصري على الكوره. لقينا ان لاعب الزمالك الحقيقه سقط في الارض، كنا منتظرين ان بعد انتهاء الهجمه وان هي تصفر في الاخر عن ركله الجزاء لصالح المصري ان الحاله تتعاد، ولكن الحقيقه ما تعادتش. كل ده استحواذ نتيجة مخالفة أو عدم مخالفة، ده اللي هنحاول نتحقق منه. الأول نشوف صحة ركلة الجزاء من عدمها. الحقيقة حارس المرمى طلع ما وصلش خالص للكورة، وصل لرأس المهاجم، وبالتالي ده نوع من أنواع الإهمال. ركلة الجزاء المخالفة موجودة، ركلة الجزاء سليمة، ولكن عايزين نتأكد تاني من صحة. هو لا خلاف على صحة ركلة الجزاء، لكن المشكلة في اللعبة اللي في وصحة أول التنفيذ وصحة التنفيذ، لكن المشكلة في اللعبة اللي في أول اللايف بتاع الكورة اللي اعترض عليها لاعب الزمالك. تمام، عايزين نرجع لها ونقف عليها لحظات عشان بس نتأكد هل فيها مخالفة ولا لا. لو كان فيها مخالفة نرجع للحالة الأولى يا جماعة بعد إذنكم من أولها، علشان دي اللي كان عليها الاعتراضات بتاعة لعيبة نادي الزمالك. بالظبط، لو كان فيها مخالفة الحقيقة كان واجب على حكم الفار ان هو يتدخل، لان في الاخر الهجمه الكره اصفرت عن ركله جزاء، فبالتالي كان حكم الفار كان لابد ان هو يتدخل. احنا كده ماشيين بالحالات، احنا لا محتاجين الحاله بس الاولى نعلق على تمام. احنا عايزين الحاله الاولى بس، انا لحد ما الحاله تجهز. الاعتراضات من لاعبي الزمالك مبالغ فيها يا كابتن. طب الاول بس نلحق نشوف الحاله، الكره اتنقلت لاعب الزمالك ونقف هنا. نقف اللي وصل للكوره لاعب الزمالك ده مبدئيا. تمام، عمر جابر. نمشي كمان خطوه يعني، بس نرجع هل بقى في اللحظه اللي هو بيشيل فيها رجله وبينقلها عشان يجري وراها هل حصل هنا التحام؟ الحقيقه مش واضح لي. يعني احنا حاولنا ان احنا يعني نعمل زومنج على الصوره اهو، هنشوف. طب نحاول نمشي تمام. ونشوف. طب نقرب هنلاقي ان لاعب الزمالك هو اللي وصل للكوره، وبعدين لاعب المصري رجليه نزلت على الارض ما نزلتش على، بس انا بقى كان على هنا هل في حاله رفع الرجل من هنا القدم من هنا هل تم في اصطدام؟ تم اصطدام. تمام، والدليل بالنسبه لي ان رجل عمر جابر بدات ان هي او نبيل دونجا بدات ان هي تغير اتجاهها، وده عمل عدم اتزان وفي الاخر ادى للسقوط. بالتالي اللعبه استمرت، اصفرت على ركله الجزاء، كان لازم حكم الفار يتدخل وكان لازم يستدعي حكم الملعب ويوري له ان الاستحواذ تم عن طريق المخالفه. عدد النقلات بالنسبه لي ملوش وجود، لان هي الهجمه ما زالت مستمره. استمر صحيح، فكان يجب ان حكم الفار يتدخل وكان لازم يقول له ان في مخالفه، وبالتالي كان هيتم الغاء ركله الجزاء. ولكن برضو يعني اذا كان الزمالك هنا ليه حق، ففي جزئيه ثانيه برضو لازم نتكلم عنها. اعتراضات لاعبي الزمالك المبالغ بها، اي اعتراضات مرفوضه.
تمام. سواء مبالغ فيها او مش مبالغ فيها. انت كلاعب انت نازل بتأدي بس مش نازل بتعترض. شغل التحكيم وشغل القرارات ده شغل الحكام مش شغلك انت. تمام. نخش على الحالات اللي نروح للحاله الثانيه اللي بعد كده. التنفيذ قلنا سليم. كان عواد رجله على خط المرمى مطالبه من لاعب المصري بوجود ركله جزاء نشوف نحاول نتحقق منها. الكره الحقيقه ممكن تكون اصطدمت بايد لاعب نادي الزمالك، ولكن في الحاله دي بنقول ان ايده ايد دعمه على الرغم من ان هي مش موجوده في النص، ولكن في موجوده من ضمن اعتبارات احتساب القرار. مفيش مخالفه وبالتالي القرار سليم باستمرار اللعب وعدم التدخل الفار ده كلام سليم. انذار لسيف الجزيري نشوف الحاله. الدخول بالشكل ده نوع من انواع التهور. تقدير ممتاز من محمود البنا وبالتالي الانذار مستحق. نفس الحاله هنا هو هنلاقي ان في استخدام للذراع والمخالفه الحقيقه موجوده. وبعدين رجع البنا جه لاعب من المصري اعترض على ان لاعب نادي الزمالك ما خدش انذار. ده ما يوصلش لاستخدام قوه زي ده. ما يوصلش ل ضرب بدون كوره. اللاعب يعترض اداله انذار واكيد ادى سيسي انذار. الحقيقه برضو البنا هنا متمركز كويس. الراجل لاعب المصري فريد شوقي ما نجحش ان هو يوصل للكوره، وهنشوف في الحاله ان هو وصل لرجل لاعب الزمالك في نوع من انواع التهور، وبالتالي المخالفه موجوده والقرار سليم والقرار الانضباطي سليم بالانذار. تمام. دي كده حالات المباراه الاولى.